عندي سمك معصوص السبانخ، سمك فيليه وزبده، وعندي بيض وعصير ليمون وسبانخ وخل وكزبره خضراء وشبت كريمه لباني، شطه بلاش منها، كمون يعني ها، توم، ملح وفلفل، بصل، كرات، كرفس، مستردة. ادي شوية ملح، ادي شوية فلفل، سنة مستردة، ادي الليمون، ادي السمك، وادي بقية البصل، شوية مستردة، سنة كمون، بس خلي الكمون هنا أفضل، وشوية بس بسيط كده، حبة ملح وفلفل عن طب، أهو، سنة خل، قوم بقى ايه؟ نشوف ورق سلفر. صلي على رسول الله. كده؟ طيب، كده نخش على السبانخ بتاعتي. نخش على السبانخ بتاعتي. هنا حطينا بصلايه وتومايه وكرفس، ادي مكعب المرق، ادي خل. بص يا باشا، بيقول لي هو موتور بتلف، تقول لا ولا فستان سواري، بس هنشوف هيعمل ايه دلوقتي. كده السبانخ بتاعتي على اتنين. ادي البوش دي اكس اهو اهو اهو، البيضه من جوه سليمه، وادي حبه السبانخ بالكريمه اللبانه اهم. بصراحه انا بحب اكل السبانخ دي كده رو، يعني نيه ما تبقاش السوا ما جاش عليها زياده. معلقة نشا، معلقة نشا اهي، شوية كريمة لباني، عايز اربطها. ادي الصوص بتاعي اهو، مش كتير عشان ما يبقاش تقيل عندي.